لذلك أحبابي خلينا نرجع لنبدأ الصلاة، نتعلم كيف نبدأ الصلاة. إذا أردتم أن تصلوا صلاة أهل الحضور مع الله فاسلكوا هذا الطريق. من أراد أنا بعلمه حتى ما يضيع عليك شيء. واحد يقول شلون بدنا نصلي؟ أنا لح أعلمك. عندنا الوقت من الفجر إلى العشاء، عندنا أوقات الأعمال، عندنا أوقات الشغل، هذا لا يمنع أبدا. ولكن أطلب منك طلب واحد في حالة العمل، اضبط جوارحك عن المعصية، اضبط جوارحك عن المعصية، لسانك وعينك وإذنك وإيدك ورجلك. اضبط عينك أن لا تنظر إلى الحرام، لسانك لا ينطق بحرام، يدك ما تمس بحرام. فمتى استطعت أن تضبط نفسك عن الحرام مشينا خطوة كبيرة. لا تظنوا قريبي، خطوة كبيرة أنك استطعت أن تحجب نفسك وجوارحك عن المعاصي. هي مرحلة أولى، هي المرحلة الأولى. خليك بشغلك وخليك بسوقك، بس اضبط جوارحك عن المعاصي. هي واحدة. اثنين، أطلب منك عندما تتوضأ، إذا توضأت أتقن الوضوء ثم اجلس بعد الوضوء، استغفر الله، استغفر الله، ولا يقل استغفارك عن 25 مرة، ممكن 100 مرة، استغفر الله ثم تب إليه. في آخر الاستغفار استغفر الله وأتوب إليه. هي تاني وحدة. ثالث وحدة، غمض عينيك واذكر اسم الله بقلبك ولو 3 دقائق، ولو 3 دقائق ذكر الله في القلب. توضأنا واستغفرنا، ثم بعد الاستغفار بدكم تحفظوا، بعد الاستغفار التوبة إلى الله، ثم ذكر الله 3 دقائق، ثم بعد ذلك قم إلى الصلاة. إذا أردت أن تقف بين يدي الله فلا تظن أن وقفتك أمام الجدار، فكر بجلال الله، بهيبة الله. أنا هلأ لح أوقف بين يدي الله خالق الكون، بدي أسمع ماذا يخاطبني، بدي أفهم شو رح يحاكيني اليوم. فأردت بدخول الصلاة أن أفهم كلام الله. بدأت بعد سبحانك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله، على إيش؟ على إيش؟ قلت الحمد لله على إيش؟ لو سألنا المصلي شو بيقول؟ أخي ما في شيء. لكن على إيش عم تقول الحمد لله؟ الحمد لله على شكر للنعمة. فأي نعمة خطرت ببالك قبل الصلاة لتشكرها؟ معناتها قبل ما نصلي حاطت ببالك، حاطت في نعم إلهية. الله أكبر،
الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، على نعمة الإسلام، على نعمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، على نعمة ذكر الله. كل واحد على نعمة. الرحمن الرحيم، دخيلك يا ربي أنلنا رحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمن الرحيم، كلمة كلمة وعبارة عبارة. إياك نعبد، إياك، إياك معناتها عم تخاطب مخاطبة، إياك نعبد. فإذا صليت بمثل هذه الصلاة أول مرة بتتلزز واحد بالألف، ثاني مرة اثنين، ثلاثة، لما بصيروا عشرة بالألف بتصير واحد بالسلطان، بسلطان مملكة القرب إلى الله. أخذت واحد، أي أول شيء. بعد ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، اتقى اثنين ثلاثة. فممكن بالسنة 360 قرب تتقرب إليه. فلا بد وأن يلتقي قلبك بحضرة ربك. هي الصلاة بس لازموا عليها، لازموا الاستغفار قبل، بعد الوضوء نتوضأ، نستغفر الله، نتوب إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك نذكر الله، نذكر الله. ده قبل كل صلاة ذكرت الله، فبعد ذكر الله قم بين يدي عظمة الله، فاتلو كلام الله كأنك واقف بين يدي عظمته. هي بداية يا أبني الصلاة. إذا صار لكم هالبداية فممكن تبلغوا النهاية. ومن سلك الطريق ومن سار على الدرب وصل. ويلي بيومين ثلاثة وبيترك بحياته ما رح يصل، بيتم عم يصلي الصلاة اللي كلها تطج وركع، مثل ما بيقولوا العوام ما فيها أي شيء من اللذة.